يا شيخة انت على طول نكد، انت ما بتزهقيش من نكد باستمرار، النكد ده شغال. نكد لا يا اخويا، اقرا الفرحه والسعاده اللي انت معيش. انت داخل طول النهار عليا بفرحه وسعاده، ده انا يا ربي بوقي وسع من كتر ما انا قاعده فرحانه. بوقك وسع من كتر الاكل، انا مش مخليكي محتاجه حاجه انت وعيالك. صدقي بمين، انا لا بقيت طايقك ولا طايق العيال ولا طايق البيت ولا طايق الشغل، انا مش مرتاح. احساس ان المشكله عندك اصلا. انا مش مرتاح لا في بيت ولا في شغل، انا هولع في نفسي، انا هسيب لك البيت وماشي. لا لا خليك قاعد معايا، مش قادره اقعد لوحدي. يا حبيبتي ازيك، شفتي عمل فيا ايه؟ شفتي خناق تاني ونكد تاني، انا زهقت. انا هقول انت بقك واسع؟ يا نهار اسود يا شيخه، ده كان يوم اسود يوم ما اتجوزت، وكانت جوازه سودا يا رب. مش وقتك خالص، كفايه اساسا لا في ده كله بسببكم. انشي وشي. ايوه حبيبتي، ايوه صدقيني بهدلني ويقول لي انا مش مرتاح مش طايق اللي انت بتعمليه. عملت له ايه ده؟ كنتش هجيب له عطاء مش هيك. انا بحاول اكلمك من بدري وانت مش بترد عليا وببعت لك مسجات كتير، يعني من فضلك لما تبقى فاضي كلمني يعني او طمني عليك. انا بجد مش عارفه انت فين. يعني على فكره انا بحبك، انت اللي ما بتحبنيش. بطلب منك ان احنا نتقابل تقولي لي لا، طب نتكلم تقولي لي مش فاضيه، بابا جنبية ماما جنبية والكلام ده. طب ابعتي لي صوره اللي انت منزلها للناس كلها تشوفها. طب ايه الفرق بينه وبين الناس؟ وتيجي في الاخر تقولي لي بحبك، بتحبيني ازاي؟ طيب خلاص، لا ما تزعلش نفسك، انا نتقابل. حاضر، شوف الميعاد اللي يناسبك وتمام نتقابل. انت بتعملي ايه؟ وريني موبايلك. بتكلمي ايه يا ماما؟ بتكلمي مين؟ مين الموبايل ده؟ وريني موبايلك. لا طبعا مش وريكي موبايل. يعني ايه توريكي موبايل دي؟ سارة؟ ايوه. هاي. ايه ده، اخيرا شفتك، انت شكلك جميل قوي في الحقيقه عن الصور والحاجات اللي بتبعتيها. سارة مالك شكلك زعلانه قوي كده ليه؟ لا انا مش زعلانه ولا حاجه، انا كويسه. يا بنت باين على وشك ان انت زعلانه، هو انا مره اعرف ان انت زعلانه؟ اصل بص، حصل موقف سخيف قوي مع ماما النهارده. انا كنت قاعده بكلمك، فجاه جت قالت لي تكلمي مين، وريني الموبايل، وشدته مني كده وحصل كده حاجات، فانا اضطريت ان انا اوريها شات واحده صاحبتي. يعني انا مش عارفه بجد، يعني هي ازاي اصلا تبقى عايزه تبص في موبايلي؟ فين الخصوصيه في كده؟ الموضوع سهل جدا، في حاجه بسيطه خالص، هبعت لك لينك هتنزلي الابلكيشن وتتابعي الخطوات اللي فيه، وماما قابليني لو عرفت حاجه عنك. هو خلاص اهو وصل لك، اعملي الخطوات قبل ما اجيب حاجه من العربيه واجي. تمام اوكي. اهو شكرا. ماشي. ايه ده وين ايه ده؟ Thank you.
الو ايوه ايه اهلا ايه ازيك ومش ازاي انت جبت الصوره دي ايه لينك مش مهمه انت عملت كده ليه طيب عايز مني ايه